وفي اليوم الثاني لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جدول حافل باللقاءات. نواب بريطانيون من المجموعة البرلمانية البريطانية السعودية ومجلس المحافظين لشؤون الشرق الأوسط التقوا الأمير محمد بن سلمان وبحثوا في القضايا الإقليمية والتعاون الأمني. أعتقد في هذه الزيارة كانت في هناك رمزيات أساسية بأن بريطانيا تحتضن المملكة العربية السعودية، ونفس الشيء يعني استقبال ملكة بريطانيا لولي عهد المملكة العربية السعودية وهو شيء غير تقليدي إلى حد كبير، حدث مرة واحدة مع ولي عهد اليابان في السابق. والتقى ولي العهد السعودي أيضا رؤساء لجان للدفاع والعلاقات الخارجية والتنمية الدولية والتجارة العالمية والأمن والمخابرات لبحث ملفات الأمن والاستخبارات والتجارة. أعتقد أنه كان مثمر فيما يخص الجانب الهام جدا في هذه الزيارة، وهو الجانب الأمني الخاص باللقاءات الرئيسية في مافاي في ماي 6 مجلس الأمن القومي إلى آخره. هذا يعطي الزيارة بعدا أعمق من أي زيارة تقليدية، لأنها في النهاية أصبحت زيارة عمل جاد وليس مجرد عمل بروتوكولي. وشمل اليوم الثاني اجتماعات أمنية مع رؤساء أجهزة MI5 وMI6 ورجال أعمال وقادة في الاقتصاد والأعمال. واللافت كان زيارة الأمير محمد بن سلمان لكبير أساقفة كانتربري جاستن ويلبي. ثاني أيام زيارة الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا كان حافلاً بالملفات الاقتصادية والأمنية، وعلى مأدبة العشاء في تشيكرز خارج لندن حديث مع تيريزا ماي حول لبنان وسوريا والعراق واليمن. من لندن ريما مكتبي العربية.